نشط من عقال، أي كأن لم يكن به مرض. وحينما مرض مرة ثانية أرسل إليها التلميذ فقال لها الشافعي يسألك الدعاء، فقالت له قل للشافعي متعك الله بالنظر إلى نور وجهه الكريم. فعلم الشافعي أنها أنفاس معدودة وتصعد روحه إلى ربه. ولكن هذه كرامات الأولياء الذين أخلصوا حياتهم لله، فتكون الخاتمة من عند الله، خاتمة سعادة. أدعو الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن يجعل الله مصر أمناً أماناً، سلماً سلاماً، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. نجتمع في هذا اليوم الطيب المبارك إقامة لهذه الندوة الثقافية التي تقيمها وزارة الأوقاف هنا في مسجد الإمام الشافعي بمحافظة القاهرة، نشراً للعلم الوسطي. وهذا دأب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه دائماً يسعى لتصحيح الفكر الوسطي ونشر العلم الوسطي، فلا يألو جهداً سواء في نشر العلم المسموع أو المقروء. أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل ما ينشره من علم في ميزان حسناته وفي ميزان حسنات القائمين على هذا اللقاء. ويحضر في هذا اليوم محاضراً الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمد عبد الستار الجبالي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. الجمع الكريم، العلماء هم سرج الأزمنة، كل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره، ومثل العالم في بلده كمثل عين عزبة يستقي منها الناس. فكما أن هذا المصباح يضيء هذا المكان، كذلك العالم يضيء للناس الطريق. فالعالم مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند ربه، ومثل العالم في بلده كمثل عين عزبة يستقي منها الناس. قال لقمان لابنه يا بني عليك بالعلم، إن احتجت إليه كان لك مالاً، وإن استغنيت عنه كان لك جاهاً. وقال الشاعر أجهد نفسك على علم تستريح به، ولا تعيشن بعلم واحد كسلا. النحل لما اجتلى من كل فاكهة حوى جوهرين، الشمع والعسل. فالشمع نور يستضاء بنوره، والشهد يبرئ لنا الأسقام والعللا. نرحب بفضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارة بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ ربيع محمود حسين تفتيش المتابعة بالمديرية، والشيخ جمال إسماعيل حسن مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة. الآن سنبدأ هذه الندوة الطيبة المباركة. الكلمة الآن لمعالي الدكتور عبد الله الكلمة الآن لمعالي الدكتور محمد عبد الستار الجبالي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، يتحدث عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجهوده في الدعوة. أشكرك شيخ الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يسعدني ويشرفني في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله
أن نكون في تلك الرحاب الطاهرة، رحاب إمام الشافعية، الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويسعدني أيضاً أن أكون في معية سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وهو غني عن التعريف علماً وخلقاً وقدراً. نلتقي في تلك الليلة المباركة حول الموسم الثقافي برعاية كريمة من سعادة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وفقه الله وسدد خطاه. وحسناً أن يكون هذا اللقاء الطيب حول إمام الحنفية أبو حنيفة النعمان بن ثابت. والحقيقة أن هذا الإمام متعدد المواهب، فهو العالم، وهو الفقيه، وهو السياسي، وهو التاجر، ولكل تخصص من تلك التخصصات نجده ظاهراً وواضحاً. رغم ما قيل فيه أنه فارسي وليس عربي، لكن سوف نعلم إن شاء الله أن فارسيته وعدم العربية إنما هي شرف له وللمسلمين جميعا. الإمام أبو حنيفة ولد بالكوفة سنة 80 هجرية، والمتفق عليه أنه لم يمت قبل سنة 150 هجرية. أبوه هو ثابت بن زوطة الفارسي، فهو فارسي النسب وليس عربي. جده من أهل كابل، وقد أسر عند فتح العرب لهذه البلاد، أي أسر الجد عند فتح العرب لتلك البلاد. أصابه نوع من القدح بسبب أنه فارسي الأصل وليس عربي، ونستطيع أن ندافع عن الإمام وبحق في تلك التهمة التي ليست في محلها، ونقول: سواء كان الرق جرى على جده كما يقال أم لا، فالمتفق عليه أنه قد ولد، أي الإمام قد ولد هو وأبوه على الحرية. فضلاً عن ذلك، نستطيع أن نقول لا يضير أبا حنيفة في قدره وعلمه وشرف نفسه أن يكون الرق قد جرى على جده، لأن شرف الإمام، شرف إمام الحنفية، لم يكن من نسب ولا مال، بل كان من العقل والتقى، عملا بقول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ولم لا؟
والتقوى هي أعلى الأنساب وأقوى أسباب الثواب. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: آلي كل بر وتقي. فليس هناك افتخار بنسب وحسب، وإلا لم يعد سلمان الفارسي رضي الله عنه من أهل البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. أي أن هذه العبارة تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة، إذابت الفوارق بين الطبقات، بين عربي وبين أعجمي، والفيصل هو التقوى. ولذلك عد سلمان الفارسي رضي الله عنه، رغم أنه لم يكن عربيا، من أهل البيت. ونفى الله في نفس التوقيت ولد نوح عليه السلام من نوح، فقال تعالى: إنه ليس من أهلك، دليل على أن الحسب والنسب ليس له وجود في معايير الإسلام، إنما هي التقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولقد كان إمام الحنفية رحمه الله يحس بذلك الشرف، شرف النفس، ويتجلى ذلك عندما يقول له بعض بني تيم الذين ينتمي إليهم ولاء. انظر إلى شرف العلماء، انظر إلى عظمة العلماء. عندما يقول رجل ممن ينتمي إليهم ولاء إمام الحنفية ويفتخر ويقول له: يا إمام، أنت مولاي. فيجيب عليه إمام الحنفية بقوة وشدة وشجاعة، قوة إيمان بالله تبارك وتعالى. انظر إلى هذه العبارة وتأملها معنا جيدا. قال أبو حنيفة: في عزة وفي رفعة نفس، أنا والله أشرف لك منك لي، أنا والله أشرف لك منك لي. فلم يكن إمام الحنفية رضي الله تبارك وتعالى عنه ممن ذلت نفوسهم، كما لم يكن نسبه الفارسي، إذن بغاض من قدره ولا بمنقص من قدره، ولم يكن بمانعه من أن يسمو إلى الكمال كما أراد الله تبارك وتعالى له. قصة الموالي التي ينتسب إليها إمام الحنفية، نريد أن نوضح تلك الجزئية في نظرات عابرة حتى نزيل هذا الطمس وهذا الذي ينسب إلى إمام الحنفية خطأً وربما قصداً. لقد كان الموالي، وهو الاسم الذي أطلق على غير العرب، الموالي هو الاسم الذي أطلق على غير العرب، هؤلاء هم حملة الفقه. انظر إلى فضل الموالي، هم حملة الفقه في عصر التابعين الذين تلقى عليهم أبو حنيفة وتخرج على فقههم، حيث كان فقهاء الأمصار في عصر التابعين من الموالي من غير العربية. ونستطيع أن نقول إن كان الموالي أو غير العرب
الذين منهم الإمام قد فقدوا النسب، فقد آتاهم الله فخر العلم، وشيخنا ممن آتاه الله فخر العلم، وهو أزكى وأنمى وأبقى على الدهر وأحفظ للذكر. ولقد صدقت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخباره بأن العلم سيكون في أولاد فارس الذين ينتمي إليهم إمام الحنفية، فكأن هذا تنبؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر إمام الحنفية وشرف إمام الحنفية، عندما يقول: لو كان العلم معلقاً عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس، وإمام الحنفية كان من أبناء فارس، وصدقت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم في تلك الليلة المباركة عن جانب من نشأة إمام الحنفية، فنقول: نشأ أبو حنيفة بالكوفة العراق، وتربى بها، وعاش أكثر حياته فيها متعلماً ومجادلاً ومعلماً، وأنه مع ذلك كان من أهل اليسار، من أهل الغنى، إذ كان من التجار، مسلماً حسن الإسلام، وكانت أسرته رضوان الله عليه في بحبوحة من الغنى. ولقد كانت الكوفة آنذاك، وهي مولد الإمام، إحدى مدن العراق العظيمة، كانت موطناً للملل والنحل والأهواء والمدنيات القديمة. كل هذا فتح عين الإمام وأشع عقل الإمام، ويظهر ذلك أنه كان في ميعة الصبا ابتدأ يجادل مع المجادلين بما توحي به السليقة السليمة. جانب من زكاة إمام الحنفية، زكاء إمام الحنفية. إمام الحنفية كانت تبدو عليه مخايل الذكاء وقوة الفكر إلى درجة وجهت إليه أنظار كل من كان يراه، حتى قال له الشعبي عندما مر عليه الإمام: إلى من تختلف، يعني إلى من تذهب من العلماء، هل تذهب إلى علم الفقه، إلى علم الحديث، إلى علم الجدل، إلى علم الكلام؟ هذا ما يقصده الشعبي، ولكن الإمام لم يكن قد اتجه إلى تلك الاتجاهات. إلى من تختلف، يعني إلى من تذهب. فقلت، والكلام على لسان الإمام: إلى السوق، لأنه كان تاجر وابن تاجر. فقال له الشعبي: لم أعني، يعني لم أقصد الاختلاف إلى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء، من العلماء تذهب إليهم؟ فقلت على لسان الإمام: أنا قليل الاختلاف إليهم، لم يكن قد اتجه كما قلنا إلى العلم ولا العلماء في بداية حياتي. فقلت: أنا قليل الاختلاف إليهم. فقال لي، هذه وصية الشعبي له: لا تغفل، أي لا تغفل العلم، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة، أرى فيك يقظة وحركة. قال الإمام:
فوقع في قلبي من قوله فتركت الاختلاف إلى الأسواق، يعني أخذ يقلل من الذهاب إلى الأسواق وأخذت في العلم، فكانت النتيجة نفعني الله بقوله. وهنا نحب أن ننوه إلى أن إمام الحنفية عندما اشتغل بالعلم لم يهمل العمل، فكان يجمع بين العلم والعمل، لأنه كان يقرأ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يقرأ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا كان منهج إمام الحنفية يجمع بين العلم والعمل. ننوه أن إمام الحنفية قد انصرف بعد نصيحة الشعبي إلى العلم، انصرف بعد تلك النصيحة إلى العلم، ولكن لم ينقطع عن التجارة، بل الثابت في تاريخه أنه كان مع اشتغاله بالعلم وانصرافه إليه صاحب متجر، عنده تجارة. وهذا يدل على أهمية وقيمة العلم مع العمل. ولكن نقول إلى أي حلقات العلم اتجه إمام الحنفية؟ إلى أي حلقات العلم اتجه إمام الحنفية؟ إن حلقات العلم في ذلك العصر كانت على ثلاثة أنواع: حلقات للمذاكرة في أصول العقائد، حلقات للمذاكرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلقات للمذاكرة في علم الفقه، روايات ثلاث في أي حلقة اتجه إمام الحنفي. لكن يفيد ذلك أن الإمام رحمه الله قد تثقف بكل الثقافة الإسلامية التي كانت في عصره، جامعاً بين العقائد والأحاديث وعلم الفقه، حيث تثقف بكل الثقافة، حفظ القرآن على قراءة عاصم، عرف قدراً من الحديث وقدراً من النحو وقدراً من الأدب والشعر بجانب الفقه طبعاً، لكن كل ذلك يشير إلى أن أهمي أن اهتمامه الكبير كان متجهاً إلى الفقه، ولذلك هو إمام المذهب الحنفي. اتجه إلى الفتيا على المشايخ الكبار الذين كانوا في عصره، ولزم واحد منهم أخذ عنه العلم وتخرج عليه، وهو حماد ابن أبي سلمان، حيث قال الإمام في ذلك: كنت في معدن الفقه والعلم فجالست أهله ولازمت فقيها من فقهائهم، ويقصد بذلك حماد. وبملازمته إلى حماد لاقى غيره من الفقهاء والمحدثين، وكان يتتبع التابعين وخاصة الذين اتصلوا بصحابة كانوا ممتازين في الفقه والاجتهاد، حتى لقد قال: تلقيت فقه عمر وفقه علي وفقه عبد الله بن مسعود وابن عباس. لمحة صغيرة عن أبي حنيفة التاجر أو أبو حنيفة التاجر. ماذا عن صفات إمام الحنفية الذي كان يضرب به أروع الأمثلة للتجار
في وقته وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فماذا عن صفات إمام الحنفية كتاجر؟ نقول اتصف أبو حنيفة التاجر بأربع صفات تكتب بماء الذهب في كل زمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أربع صفات لها صلة بمعاملة الناس في التجارة تجعله، هذه الصفات تجعل الإمام ومن يتصف بها مثالا للتاجر المستقيم كما هو في الذروة بين العلماء. تلك الصفات التي كان يتصف بها إمام الحنفية: كان سري النفس، لم يستولي عليه الطمع الذي يفقر الناس. ولعل منشأ ذلك أنه نشأ في أسرة ذات يسار فلم يكن يذوق ذل الحاجة. الصفة الثانية: كان عظيم الأمانة شديدا على نفسه في كل ما يتصل بها. ثلاثة: كان سمحا وقاه الله شر نفسه. أربعة: كان بالغ التدين شديد التنسك عظيم العبادة، يصوم النهار ويقوم الليل. فكان لهذه الصفات مجتمعة الأثر الكبير في معاملاته التجارية. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح الله عليك. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، ونحن في مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف. وفي هذا اليوم تحدث الأستاذ الدكتور محمد عبد الستار الجبالي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله، وعن جهوده في العلم، وأنه جمع بين العلم والتجارة. وهذه دعوة لكل إنسان أن يجعل مصادر الرزق متعددة، لأن الحلال دائماً يحب التنوع. رزقنا الله وإياكم الحلال وبارك لنا فيه، وجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وسدد الله خطى القائمين عليها. تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي يحرص دائماً على نشر العلم الوسطي، نجتمع هنا في مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة. الكلمة الآن لمعالي الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، بارك الله في عمره. شكراً، بارك الله فيك. شكراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسعدني أن أكون مع حضراتكم في هذا المكان الطاهر، مكان أحد أئمة المذاهب الفقهية الإسلامية، وهو سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، ولنتحدث في حضرته وفي مقامه وفي مسجده عن شيخ الأئمة الأربعة سيدنا الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، الذي شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يكون على رأس هؤلاء الأفذاذ الأربعة الذين وضعوا أصول التفكير الفقهي، وأصلوا مبادئ الشريعة وفصلوها إلى أحكام،
لولا وجودهم ما كان لنا أن نعرف ما أمر الله به ولا ما نهى الله عنه، فقد فسروا آيات الأحكام وأدلتها واستنبطوا لنا الواجب والمندوب والمطلوب والمكروه والحرام، ومن خلال ما دونوه في كتبهم استطعنا أن نعرف الأحكام الشرعية، فتفرعت عن هذه المذاهب بعد تأصيل الدراسات الفقهية، تفرعت عنها مدارس الإفتاء كما تدرست عنها تفرعت عنها مدارس العلم التي نحن الآن عاله عليها. وأنا لا أقف كثيرا عند نسب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، فالقمم لا تقاس بنسبها، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نأخذ الحكمة من أي جهة ومن أي مكان، وبالتالي فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أجرى الحكمة على هذا الرجل، على يد هذا الرجل الذي اختاره الله اختيارا لهذه الرسالة، فالإمام أبو حنيفة لم يكن في بداية عهده مشغولا بالعلم ولم يكن له اهتمام به، وإنما كان كما هو معروف وكما تحدث فضيلة الدكتور محمد كان تاجرا ثريا، كان يتاجر في الخز وهو الحرير، وقد حقق من تجارة الحرير مكاسب طويلة، حتى إنه عندما اندمج في مسائل العلم واختلط بالعلماء كانوا يتشاجرون فيما بينهم، طبعا خلاف علمي مش شجار زي الشجار بتاع أيامنا، كانوا يتشاجرون فيما بينهم فيعود إلى أمه مهموما مكروبا، فكانت أمه تعصب عليه وتقول له: يا ولدي ما لك ولهذا الهم؟ أنت كنت كويس وبتتاجر وبتكسب، إيه اللي دخلك في هذا الطريق واجعلك تعيش هذه الكآبة؟ وكانت أمه تنادي فيه ذلك، ولم تكن تعلم أنه على قدر مع الله تبارك وتعالى ليضع أسس المذاهب الإسلامية. أنا لا أريد، أنا عارف الوقت دخل، أود أن أبين المدرسة المذهبية والفقهية للإمام أبي حنيفة النعمان. الإمام أبو حنيفة النعمان فتح الله عليه فتحاً هو ذاته لا يعلم له سبب، لأن الله قد أجرى على يديه وفي عقله العلم نوراً ينساب من عقله على لسانه ثم إلى الناس أجمعين. وكان هو صاحب مدرسة غريبة الشكل، لما نؤرخ الآن لتاريخ المدارس العلمية حنجد أن مدرسة الإمام أبو حنيفة أبي حنيفة في ذاتها قامة مستقلة، هي التي أسست لكل المدارس العلمية في الشرق وفي الغرب حتى يومنا هذا. كان العادة أن طلب العلم في عهد الصحابة وفي عهد التابعين وتابع التابعين وهو منهم، كانت العادة أن الإمام يجلس زي ما احنا جالسين كده ويتحدث والناس يستمعون إليه، وإذا سأل منهم أحدهم سؤالاً يبقى يعني من باب يعني الاستفسار الشخصي وليس من باب التدوين والتأصيل العلمي. لما جاء الإمام أبو حنيفة لم يشأ أن يجلس إلى الناس جلوساً عادياً، ولكنه اختار بعناية فائقة الطلاب الذين يجلسون أمامه، فلم يكن يجلس أمامه أي إنسان، وإنما كان يضع لتلاميذته اختباراً وامتحاناً في غاية الدقة، فإذا وجد منهم ملمحاً لطلب العلم أو ذكاءً يستطيعون به أن يفهموا ما سيقوله هذا الإمام اصطفاهم وجعلهم أمامه. وبعدين لم يترك تلاميذه عند هذا الحد، فكان يصفيهم ويقرب الفاهمين منه، واستطاع من خلال هذا الأمر أن يصطفي تلاميذته المشهورين وهو الإمام أبو يوسف والإمام زفر وهؤلاء الأقطاب الأربعة أو التلاميذ الأربعة الذين دونوا المذهب الحنفي وكتبوا كتب ظاهر الرواية اللي هي ست كتب: الشرح الكبير والشرح الصغير والسير الكبير والسير الصغير والزيادات. دونوا هذه الكتب، وجاء الإمام الصرخسي فيما بعد ذلك دونها في المبسوط لتكون هي تسجيلاً لأسس المذهب الحنفي أو مذهب الإمام أبي حنيفة. مذهب الإمام أبي حنيفة بيتسم بأمرين: الأمر الأول الزكاء الحاد، فكان الإمام يؤسس آراءه الفقهية بالعقل وليس بالحفظ، لم يكن الحفظ عنده يعني شيئاً كبيراً من تحصيل العلم، فكان
يعني يفترض أمور ويدرب تلامذته عليها. ويحكى كان في عهده برضو من سمات الفقه في عهده إن ما كانش فيه تفريق بين الفقه الأكبر والفقه الأصغر اللي هو فقه التوحيد وعلم العقيدة. كان الفقه في عهده فقها واحدة يشمل الفقه الأكبر الذي يبدأ من العقيدة وهو الإيمان بالله واللي هو الإلهيات و النبوات والسمعيات، ثم يدخل بعد ذلك إلى باب العلم، ثم يدخل بعد ذلك إلى باب الطهارة، ثم بعد باب الطهارة يدخل إلى باب المعاملات، ويستمر الترتيب المذهبي أو الترتيب التأليفي في الفقه اللي احنا بندرسه في وقتنا هذا. هذا الترتيب ابتدعه أو اختلقه الإمام أبو حنيفة النعمان، فكان الفقه الأكبر هو الأساس عنده، لأنك لا تخاطب الإنسان بالفقه الأصغر وهو الصلاة والزكاة والصيام والحج إلا لمن آمن بالله واليوم الآخر. وكما يقول الفقهاء في كل المذاهب الفقهية أن الإيمان بالله شرط لقبول العمل، ولذلك تجد في كل باب من أبواب الفقه يقول لك من شروطك الإسلام، البلوغ، العقل، تجد هذا الأمر اللي هو الشرط وهو الإسلام يكون موجوداً، فقال لك أبتدي به. فبدأ بباب الفقه الأكبر في مؤلفاته، وكان الفقه عنده شيئاً واحداً يشمل الفقه الأصغر والفقه الأكبر. وظل الأمر على هذا النحو إلى أن جاء الإمام السيوطي بعد ذلك بثلاثة قرون، بعد الإمام أبي حنيفة بثلاثة قرون، وفرق بين الفقه الأكبر فجعله مختصاً بعلم العقيدة وهذا يدرس في أصول الدين، ثم انفرض فقه الفروع أو الفقه الأصغر بمدارس أخرى اللي هي المدارس الفقهية التي تدرس في كليات الشريعة في العالم أجمع. فكأنه قد أفرض التخصص العلمي ووضع الأصول له في مذهبه أو في هذا المذهب الذي ابتكره وابتدعه. كان يختار تلاميذه، كان يختار الموضوع الذي يتكلم فيه، وكان يعمل عقله. يحكى أنه ذات مرة ووقت وفي أيامه كان الفقه الأكبر هو السائد في هذا الوقت، ومدينة نينوى زي ما حكى الدكتور محمد كانت تموج بالمذاهب العقلية والفكرية، ومن ضمن النحل التي ظهرت في هذا الوقت اللي هي كما هو سائد في كثير من البلاد ونسمع عنه اللي هو الإلحاد الذين ينكرون وجود الله عز وجل. وعلموا أن الإمام أبا حنيفة له باع في هذا الموضوع، فأرادوا أن يسكتوا هؤلاء الذين ينكرون وجود الله، فاستدعوا الإمام أبو حنيفة ليناظر هؤلاء القوم. فالإمام أبو حنيفة كان شرق الفرات، كان في العراق في هذا الوقت، وكانت هذه وكانوا هم في المكان الذي سيعقد فيه هذه المنازلة الفكرية والعلمية، كانت في الشاطئ الثاني من نهر الإيه؟ من نهر دجلة. فتعمد أن يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد، يعني هم حددوا موعد للمناقشة والمناظرة بعد صلاة المغرب، وانتظروا أن يأتي الإمام أبو حنيفة، فتأخر الإمام أبو حنيفة متعمداً الحضور في الموعد المحدد. وبعدين الجماعة اللي هم منتظرين بقى علشان يحاجوه ويجادلوه ويثبتوا أنه لا يوجد إله وإن الكون ده موجود من تلقاء ذاته وإلى غير ذلك مما نسمعه من الهرطقات الموجودة في هذه الأيام. وبعدين فين وفين لما أدرك الإمام أبو حنيفة أنهم كادوا أن يصلوا إلى مرحلة اليأس والانصراف فاجأهم بحضوره، وكانوا قد ظنوا أنه هرب من المناظرة وأوشكوا أن يعلنوا الانتصار في هذا الأمر. فلما حضر الإمام أبو حنيفة سألوه لماذا تأخرت أيها الإمام علشان يبطلوا إن اللي منتظرينه حتى يردوا على هؤلاء الذين ظنوا أنه كان قد شرع في الهروب منهم، فبيسألوا يقولوا إيه اللي أخرك؟ قال لهم والله ده أنا حدث لي شيء في غاية الغرابة. قال إنني وقفت على شاطئ النهر فترة طويلة تكاد تبلغ هذه الفترة التي وقفتها، وأنتظر مركباً أو قارباً ينقلني من الشاطئ إلى الآخر، فلم أجد أي مركب أو أي ناقلة تنقلني من إلى المكان إلى الشاطئ الآخر حتى أحضر إلى هذا المكان. وبعدين بيحكي لهم الإمام أبو حنيفة اللي بيحكي لهم إلى أن فوجئت أن ألواحاً من الخشب تهبط من السماء، ومصامير تهبط من السماء، وشواكيش تهبط من السماء، وإذ بالشواكيش تجذب المصامير وتدقها دقا في الألواح، وإذ بي أرى
مركبا قد فرض على شاطئ النيل، فركبت هذا المركب وحضرت إليكم، فأنا أعتذر عن التأخير لهذا السبب. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: أنتوا جايبين لنا عالم يناقشنا، ولا جايبين لنا واحد يعني لا يدرك أصول الأمور ولا أصول الأشياء؟ فقال لهم: يا أيها القوم، إذا كنتم تستكثرون أن يخلق قارب من تلقاء ذاته، أتريدون أن تقنعون بأن هذا العالم الذي ركب على هذا الإبداع وعلى هذا الجمال وعلى هذا الإتقان قد صنع من تلقاء ذاته؟ إذا كنتم لا تتصورون أن مركباً يصنع من تلقاء ذاته، تريدون أن تقنعون بأن هذا العالم الذي أبدعه الله عز وجل قد خلق من تلقاء ذاته وبدون صانع قادر حكيم يستطيع أن يخلق هذا الإبداع، أيخلق هذا العالم دون أن يكون هناك خالق من ورائه يبدعه ويخلقه؟ فهلل الناس وكبروا، وانتصر الإمام أبو حنيفة في هذه المنازلة التي لم تستغرق سوى دقيقة أو دقيقتين. كان حاد الزكاة، كان الإمام أبو حنيفة حاد الزكاة في هذا الأمر. المذهب بتاعه أسسه إزاي؟ لم هو أول إمام على ظهر الأرض أسس لهذه المدرسة. لم يكن الإمام أبو حنيفة يجلس مجلسة كده ويقول قال الله وقال الرسول ويبدأ يشرح بالطريقة التي اللي احنا ما زلنا ماشيين عليها حتى الآن، والتي أتلفت كثيرا من عقول أبنائنا، إن احنا لأسلوب التلقين، إن الأستاذ يقعد والطالب يشوف الأستاذ قال إيه ويسجل من وراه ويروح يشتري الكتاب ويعمل برشامة ويروح يحطها في الامتحان. لم يكن ذلك هو مذهب الإمام أبو حنيفة. مذهب الإمام أبو حنيفة كان يجلس تلاميذه حواليه وبعدين يطرح المسألة، يفترض المسألة في مثلا في باب الصلاة، مثلا ما هي أركان الصلاة؟ وبعدين يطرح السؤال فيقول: أجب يا أبو يوسف. أبو يوسف يقول: والله كذا وكذا وكذا وكذا، ويسجله الرأي. وبعدين قل يا محمد، محمد يقول رأيه في المسألة. قل يا زفر، زفر يبدي رأيه في المسألة، إلى أن تنضج المسألة من خلال آراء تلاميذه الذين يجلسون أمامه. وبعدين هو يصطفي من هذه الآراء الرأي الذي يراه راجحاً، وهو الأستاذ الذي يراجع، الأستاذ اللي بيكون عقول مش بيحشي عقول بالعلم. بعد ما يخلص هذا الرأي يجتمع على الرأي الذي يراه والذي يميل إليه، يقول لهم: طب إيه رأيكم في الرأي الفلاني؟ أنا أرجح هذا الرأي، ما رأيك؟ يأخذ رأيهم فيما رآه، فإذا اتفقوا جميعا أو غلب رأيهم في مسألة من المسائل على رأي من الآراء، يقول للإمام أبو يوسف، ده كان أبو يوسف معاه المدونة اللي هي دونت فيها كتب ظاهر الرواية، يقول له: دون الرأي ده عندك يا أبو يوسف. فأبو يوسف يسجل الرأي ثم ينتقل إلى مسألة أخرى وهكذا. فالمذهب الحنفي دون من خلال الآراء ومن خلال الأقوال التي وردت على ألسنة وعلى عقول تلاميذ الإمام أبي حنيفة، ولذلك كتب ظاهر الرواية اللي هي أصل المذهب. وخلي بالك، المذهب الحنفي هو أول المذاهب الفقهية الأربعة، وكل الأئمة الذين جاءوا بعد الإمام أبو حنيفة، سيدنا الإمام مالك وسيدنا الإمام الشافعي وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، هم الذين صاروا على هذه المدرسة. ولذلك يقولون إن الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، لأنه هو الذي وضع هذا الأساس. ده أول شيء في تدوين المذهب، وإذا وضع أساس للمدرسة العلمية الحديثة، وهو إن التربية يا أحباب يجب أن تكون بالإقناع وبالسؤال، إن إحنا نشرك أبنائنا معانا، إن الأستاذ يشرك التلاميذ معاه، إن الأم تشرك ابنها في الرأي، فرض الرأي والضرب على الرأي، هذا أسلوب عقيم في التعليم. وأول من سنه هو الأستاذ الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني، وده شيء مهم جدا، إن الإمام أبو حنيفة كان يفترض، يعني ما كانش يقنع يقول له حكم كذا إيه، حكم شرب الشاي إيه، لا، ده كان يفترض البلاء قبل وقوعه، وكان يتصور في أمر من الأمور. كثير من المسائل بتبنى على أشياء، أرأيت لو أن كذا، اللي هي كانت تطلق على مذهب الأرأيتيين، أرأيت لو أن كذا يكون كذا. في كثير من الأمور لا يمكن تصور الحكم فيها إلا من خلال هذا الافتراض الفقهي، ومن خلال الافتراض الفقهي استطاع الإمام أبي حنيفة، والله فيه مسائل، هو توفي سنة 150 هجرية،
فيه مسائل الآن إحنا بندرسها. الإمام أبو حنيفة قال رأيه فيها وأثبت الواقع المعاصر الآن أننا بحاجة إلى هذه الرأي. هقول لكم حاجة من ضمن المسائل، يقول لك أن الزوجة إذا عقد على زوجته، مجرد العقد على زوجته ثم حدث حمل بعد ذلك، وجاء الحمل لستة أشهر من تاريخ العقد، فإن الولد ينسب له حتى ولو كانت الأم في الشرق، أم الطفل محمودة، والأب في الغرب، حتى ولو لم يلتقى. لك حتى ولو لم يلتقى ليه؟ لافتراض أنه دخل بها، يعني جعل العقد بيفترض أن الإنسان مع وجود العقد يمكن أن يتمكن من زوجته، أو يمكن أن يحدث الحمل، ولا يضيع الولد بدون نسب بين رجل وامرأة بينهما عقد شرعي. فافترض أن هذا العقد هو أساس النسب، وبني النسب عنده على هذا الأساس، وإحنا بنعمل بهذا الرأي في المحاكم في وقتنا الحالي. إذا جاء الولد بعد العقد لستة أشهر ينسب إلى أبيه حتى ولو أنكره أبوه، لأنه جاء على فراش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهل الحرج. هذا الرأي للإمام أبو حنيفة لما قالوا في وقتها كان الناس لا يستمرئون هذا الرأي ولا يتقبلونه ولا يستسيغونه. وبعدين أثبت الواقع النهاردة مع هذا الإنكار للنسب، ومع هذه الجرأة على النسب، ومع هذا الغياب. حد كان يتصور أن النطف تنقل عبر حقائب وتذهب إلى الأم في آخر الدنيا علشان يوضع بطرق الطفل الأنابيب وتحمل؟ يعني الذي استشرف هذا الأمر منذ سنة 150 هجرية هو الإمام أبو حنيفة النعمان. يبقى هو تصور أمراً. لا، في حاجات كثيرة أنا يعني كنت كتبت جمعت الافتراض الفقهي عند الإمام أبو حنيفة، وفيه مسائل كثيرة أنا مش عايز أخذ وقت، لأن أنا شايف أن الوقت هيسرقنا في هذا الأمر. لكن في حاجات الآن قالها الإمام أبو حنيفة من سنة 150 هجرية وما زلنا بحاجة ماسة، كأنها قد قيلت في دار الإفتاء أو في الأزهر الشريف بالأمس، أو كأنها لم تقل بعد. تعال معي مثلا في بعض الأشياء اللي قالها الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. عندنا مثلا إثبات النسب بمجرد العقد، وده قلناه، خدت بالك؟ الحجر على احنا الان يتغنوا دلوقتي بكرامه الانسان وحقوق الانسان وان الانسان له كرامه وله كذا وكذا. الكرامه في عقل الانسان وفي الاعتداد بتصرفه وفي احترام عقله وتفكيره. تتصور ان الائمه كلهم قالوا ان السفيه يحجر عليه، قالوا بالحجر ضمانا لمين؟ ضمانا لدين الدال. تصور الامام ابو حنيفه يقول لك لا احجر عليه كرامه له، لان كرامه الانسان أشد ضرراً من الضرر الذي يلحق الدائن، وحرم أن يحجر على المدين بسبب هذا الأمر. طب ما حرم ليه؟ علشان كرامة الإنسان، كرامة المخلوق اللي ربنا خلقه وكرمه وجعل له إرادة، تأبى أن يحجر عليه ويمنع من التصرف كما تمنع البهائم والمواشي. الآن إحنا في حقوق الإنسان الناس يقولون بذلك الرأي، ولم يصلوا إلى ما قاله الإمام أبو حنيفة في هذا الموضوع. أنا حضرب أمثلة ولا أريد أن أقول كل هذه الأمثلة حتى لا أطيل على حضراتكم، وإن كان الموضوع شيق ويحتاج إلى كثير. مثلا حتة في برضو في حتة تنظيم النسل وتنظيم الحق في الولد. الحق في الولد، هل أنا لما أخلف الحق الولد ده اللي أنا هنجبه، هل هو حق لله ولا حق للوالدين، ولا هو حق للأب ولا هو حق للأم، ولا هو حق للأب وحق والأم وحق الأب غالب، ولا حق للأب والأم وحق الأم غالب؟ هذه المسائل الفقهية ما كان أحد يلتفت إليها، وكانوا يظنون أن الولد خلو من الحكم الشرعي وأنه قدر إلهي يجريه الله على الناس. لكن إذا كان حق يقول إنه حق، يقول إن هذا الولد حق، معنى إنه حق يعني إيه؟ يعني أستطيع إن أنا أمنع أو أأجل إنجاب الولد لأن حق ربنا ادهولي. فتوصيفه بأنه حق يعطي للأب وللأم فرصة يتمكنون بها من أن يدبروا حالهم حتى ينشئوا هذا الولد التنشئة الطيبة والتربية الصحيحة. لأن ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال للشباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذا كان هو جعل الطريق إلى الولد مقرون بالاستطاعة، جعله مقرونا بالاستطاعة،
يبقى الولد كذلك يجب أن يكون إنجابه مقروناً بالاستطاعة حتى لا يكون عالة على المجتمع، وحتى لا ينشأ على غير طاعة الله عز وجل فينقلب وبالاً على المجتمع وليس عبداً طائعاً لله تبارك وتعالى. كثير من الأمور أنا لا أريد أن أطيل، لأن أنا في حتتين عايز أقولهم. برضو من ضمن المسائل اللي قال بها الإمام أبو حنيفة، قال لك إن بني هاشم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة. الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن آل محمد لا تحل لنا الصدقة ولا توارث، والأنبياء لا يورثون حتى لا يتهموا في رسالتهم وفي دعوتهم إلى الله عز وجل، لأن لو قالوا إن آل البيت بيأخذوا من الصدقة حيتهم النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته وأنه عايز أجر على هذه الرسالة، وجميع الأنبياء لا يتقاضون أجراً على رسائلهم ولا على مهمتهم التي كلفهم الله به. وبعدين الميراث، لو كان الميراث جائزاً لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو لآل البيت لاتهم النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته، وقالوا زي ما بنحسد يقول لك بيع لأولاده وبيعمل لأسرته، ولذلك قطع الله أمامهم هذا الطريق ونزههم عن هذه التهمة. خدت بال حضرتك؟ فلما يجي يقول نحن معاشر أنبياء لا نورث، يبقى بقى آل البيت لا تحل لهم الصدقة. الإمام أبو حنيفة قال طيب آل البيت دول كان لهم مصرف من المصارف الموجودة في كتاب الله، وهي الفيء والعشر. الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذوي القربى. طيب ما فيش فيء دلوقت، وفي قال لك يموتوا ولا يتقاضوا من الزكاة؟ قال إن المصلحة الراجحة تقتضي أن يأخذوا من الزكاة، وعدلوا الحكم الشرعي الذي كان يمنع آل البيت من الصدقة فأجاز لهم أن يأكلوا من الصدقة حتى لا يهلكوا، لا سيما وأنه لا توجد مصادر أخرى يتعيشون منها، ولا يوجد ميراث يمكن أن يرثوه حتى يقيموا به حياته. في كلام كثير الحقيقة أنا عايز أقوله. دفع القيمة في الزكاة كان المشهور قبل الإمام أبو حنيفة، أن يقول لك إن الزكاة لا تخرج إلا من الأصناف التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، من الشعير ومن التمر ومن البر ومن كذا ومن كذا. الإمام أبو حنيفة قال تخرج القيمة. بالله عليكم لو لم يبح إخراج القيمة برأي أبي حنيفة، ماذا كان من الممكن أن يكون حال الناس؟ يوزعوا قمح ويدوه للفقراء، يروح يطحنوه وبعدين يغربلوه وبعدين يعجنوه وبعدين يخبزوه. هل هذه صدقة؟ هل ستتحول هذه إلى صدقة ولا إلى نكبة تحيط بهؤلاء الذين شرعوا فيها؟ أنا بقى بس عايز أختم هذا الأمر بإن معاملة الإمام أبو حنيفة لتلامذته كانت في غاية الرقي وفي غاية التحضر، والله أنا أرى أن تدرس هذه الأمور لأن فيها مدخل جليل لإصلاح التعليم في أيامنا هذه. صوروا الإمام أبو حنيفة وجد مرة الإمام أبو يوسف، هو كان أخر عن مجلس العلم شوية، فراح لقى الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو يوسف وهو تلميذه قاعد على كرسي الإمام أبو حنيفة. وزي ما بيحصل عندنا يا دكتور محمد لما الأستاذ كان يغيب كان يطلع حد مننا يقعد على الكرسي ويقعد يقلد الأستاذ ويخطب ويتكلم وبتاع، وهو لسه إيه كما يقولون تزبب قبل أن يتحصر، يعني صار زبيبا قبل أن يخضر، يعني سبق أوان. فلقى الإمام أبو يوسف قاعد على كرسي الإمام أبو حنيفة، فالإمام بص له كده ومش إنه غار منه، لا، ظن أن الولد قد اغتر وأنه وهو ما زال أخضر لم ينضج ولم ينمو جلس مجلس الإمام، فخشى عليه من الغرور ومن أنه هو يكون أخذ في نفسه أنه قد صار محلاً لهذا المجلس أو لهذه المكانة. فقال له تعالى بقى، عقد له امتحان. والله لو في وقت كنت قالت لكم المسائل. قال له تعالى، أنت عايز تقعد على الكرسي؟ طب أنا هعمل لك امتحان. وسأله في خمس مسائل. المسائل على إن الإمام أبو يوسف يجاوب عليها، قال له صح ولا غلط؟ يقول له صح، يقول له لا غلط، يقول له غلط، يقول له لا صح. الإجابة اللي حطها الإمام أبو حنيفة. وبعدين انتهى قال له شوف يا ابني أنا سأوجه إليك نصيحة، أستسمحكم أن أقرأ فقرتين من نصيحة الإمام أبي حنيفة للإمام أبو يوسف عندما أراد أن يهذبه وأن يعلمه وأن يقومه على طريق الأستاذية وعلى طريق التدريس.
أنا شايف الستات بيتكلموا ورا ومش واخدين الموضوع اهتمام. شوف يا سيدي، شوف قال وصية الإمام أبي حنيفة للإمام أبي يوسف، اسمع والله التوصية دي، بيقول له يا يعقوب، هو كان اسمه يعقوب، وقر السلطان وعظم منزلته، وإياك والكذب بين يديه والدخول عليه في كل وقت ما لم يدعك لحاجة عليه، وإنك إذا أكثرت الإختلاف تهاون بك وصغرت منزلتك عنده، وإياك وكثرة الكلام في العامة والتجار إلا بما يرجع إلى العلم. خلي بالك، اثنين، اطلب العلم أولا ثم اجمع المال من الحلال ثم تزوج، يعني مش تروح تتجوز وبعدين، لأنك أنت لو اتجوزت هتقعد عن الكسب وهتقعد عن الإيه، عن المال. يقول له اطلب العلم أولا ثم اجمع المال من الحلال ثم تزوج، فإنك إن طلبت المال في وقت فيضيع وقتك ويجتمع عليك الولد، ودعاك المال إلى الاشتغال بالدنيا قبل تحصيل العلم فيضيع وقتك ويجتمع عليك الولد ويكثر عيالك فتحتاج إلى القيام بمصالحهم وتترك العلم، فإن كثرة الولد والعيال يشوش المال. ثلاثة، عليك بتقوى الله وأداء الأمانة والنصيحة لجميع الخاصة والعامة، ولا تستخف بالناس ووقره. خدت بالك؟ وإن جاءك أحد يستفتيك في المسائل فلا تجب إلا عن سؤاله، يعني ما تقعدش ترثرث يمين وشمال، شوف هو عايز إيه وجاوب على هذا السؤال، ولا فعليك الإجابة عن سؤاله ولا تجر على إلى غيره، يعني ما تنحرفش إلى غيري هذا السؤال. ومن ناقشك من العامة والسوقة، بيقول ومن ناقشك من العامة والسوقة فلا تناقشه، يعني لو واحد حب يخش معك في جدال لا تدخل معه في هذا الجدال، فإنه يذهب ماء وجهك، ولا تحتشم من أحد عن ذكر الحق مهما علت مكانته، وأد ما عليك من العبادات حتى لا يعتقد العامة أن علمك لم ينفعك. أربعة ونكتفي بها، إياك أن تكثر الضحك فإنه يميت القلب، ولا تمشي إلا على طمأنينة، يعني لازم حتى مشيتك وقورك. شوف معالي الوزير يطلب من الأئمة أن يكونوا على هذا السمت، يعني لما تمشي تمشي في وقار وبأسلوب وبهيئة وبملبس يحترمك الناس عليه، ولا تكن عجولا في الأمور. ومن دعاك من خلقك فلا تجبه، فإن البهائم تنادي عن ومن دعاك من خلفك، يعني شوف قد إيه بيعلم التلميذ بتاعه، إن الطريق الواحد نادى عليك من الخلف قال لك ما تلتفتلوش. ليه بقى؟ وإن دعاك من خلفك فلا تجبه، فإن البهائم تنادى من خلفها. خدت بالك؟ وإذا تكلمت فلا تكثر صياحك ولا ترفع صوتك، واتخذ لنفسك السكون وقلة الحركة عادة كي يتحقق عند الناس ثباتك، وأكثر ذكر الله تعالى فيما بين الناس ليتعلموا ذلك منك، ولا تشتري بنفسك ولا تبع، يعني مش تروح تلبس العمة والكاكولة وتروح تمشي في الأسواق. وطبعا دلوقتي بقى فيه المولات وإحنا لابسين بدل مش لابسين عمة وكاكيل، فلنا ذلك. أنا على فكرة حلفي المذهب، يعني أنا دخلت الأزهر كانوا يخيرونا في الأول تختار أي المذاهب، كان خالي حنفي وكانت القرية عندنا كلها أحناف، فأنا اخترت المذهب الحنفي ودرست عليه على هذا المذهب. فبيقول له إيه، وقلة الحركة عادة كي يتحقق عند الناس ثباته، وأكثر ذكر الله تعالى فيما بين الناس ليتعلموا ذلك منك، ولا تشتري بنفسك ولا تبع، بل اتخذ لك غلاما مصلحا يقوم بأشغالك وتعتمد عليه في أمورك. وهناك نصائح أخرى ربما يضيق الوقت عن ذكرها، أنا أعتذر عن طول المقال، وأعتذر إذا كنت قد أطلت عليكم، ولكن هذه هي طبيعة الموضوع. وأشكركم على حسن الاستماع، وقبل أن أنهي أنا أوجه شكر خاص لمعالي الوزير المحترم الوزير الداعية المجدد معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذه المجالس العلمية، الذي أتاح لنا هذه المجالس العلمية الراقية التي نتدارس فيها هذا العلم الراقي، والتي تعلو فوق مستوى الوعظ ومستوى الحديث العادي ومستوى الإفتاء، لنتكلم في هذه الموضوعات الطيبة الشيقة
التي ترقي عقولنا وتعلمنا إسلام وتعلمنا إسلامنا وتفهمنا الدين الصحيح. ودي صورة مصر قديمة، هذا المكان الذي نجلس فيه وهذه الهيئة وهذا الكلام الذي نقوله هو رسالة مصر منذ أن دخلها الإسلام. وستظل مصر هي بلد العلم، وستظل مصر هي بلد الخير، وسيظل العالم كله يأتي إلى مصر ليتعلم العلم الشرعي الصحيح بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل هذه المجالس المباركة. ولذلك فإنني أوجه شكرا خاصا لمعالي الوزير، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يديم نعمة التوفيق عليه حتى يظل هذا الخير موصولا. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. ده في كثير في ده كنت بحث كنت عملته على الافتراض الفقهي الإمام أبو حنيفة استشرف فيه المستقبل. أجهد نفسك على علم تستريح به، ولا تعيشن بعلم واحد كسلا. النحل لما اجتلى من كل فاكهة حوى جوهرين، الشمع والعسل. فالشمع نور يستضاء بنوره، والشهد يبرئ لنا الأسقام والعللا. استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من مسجد العالم العارف سيد الإمام الشافعي رضي الله عنه، ونفحنا الله بعلمه وببركاته. تحدث فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الستار الجبالي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف عن الإمام أبي حنيفة وجهوده رضي الله عنه ورحمه الله. واجتمعنا في هذا اليوم الطيب المبارك في الندوة الثقافية والأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي يحرص دائما على نشر العلم الوسطي وتثقيف الناس في جميع المساجد وجميع الأماكن وجميع الميادين التي يتاح فيها العلم. جمعنا الله وإياكم على العلم دائما. شكرا لحضراتكم، جعل الله جلستكم في ميزان حسناتكم. لكم تحياتي دكتور وليد الحسيني من أسرة إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.